السلام عليكم ورحمة الله، عيدكم مبارك سعيد. إن شاء الله اليوم غنشوف هذه الحلوة، هذه سميتها حلوة نيغريتا بالكاوكاو، هما كيقولوا لها في الشمال حلوة نيغريتا بالبيان. هي حلوة شمالية قديمة بزاف هذه، وسهلة وكتجي لذيذة بزاف في المذاق، رائعة. هيا من الداخل. بالنسبة للمقادير فهي سهلة جدا، عندنا 250 غرام ديال الكاوكاو محمر ومطحون، يعني ربعة ولا ربع كيلو، 250 غرام كاوكاو. وعندنا 250 غرام ديال الزبدة حيوانية، ما تكونش مارغرين من الأفضل باش تكون صحية، دونك زبدة حيوانية. عندنا واحد طريقة ديال الملحة صغيرة، وعندنا كاس ديال السكر. غادي ندمجوا هاد العناصر مع بعضياتها، نقطعوا الزبده ونمعكوها مزيان مع هاد المكونات هذه حتى نحصلوا على واحد الكريمه لينه، ومن بعد غنبداو نزيدوا الطحين. صافي فقط، مزيان نستعملوا دقيق يكون خاص بالحلويات باش تجينا الحلوه مزيونه. وصافي، هي بسيطه كما كتشوفوا ان شاء الله. دابا ان شاء الله غنخدموا هادو مع بعضياتهم. الزبده كيف كتشوفوا قطعتها مربعات صغار، هي مزيان انها تكون درجه حراره الغرفه باش تسهل علينا في الخدمه. وإلا ما كانتش في درجه حراره الغرفه نقطعوها هكا صغيورين ونبقاو ندلكوها ما بين يدنا وحنا كنخلطوا، ان شاء الله غادي تنسجم معها. هكذا كنبداو نخدموها مع بعضياتها كما كتشوفوا، وهي الزبده كتبدا تطلق راسها هاي، ان شاء الله حتى تنسجم كل شيء مع بعضياته باذن الله. دائما نقولوا بسم الله في الاول باش ربي يبارك لنا في الحلوه ديالنا، ونفرحوا بها العائله ديالنا ان شاء الله في العيد، ونعملوا النيه ايضا ملي نبغيو نعملوا الحلوه باش ناخذوا عليها الاجر ان شاء الله. هيا كتطلق راسها كيف كتشوفوا الحلوه، منين كنعركوها كتعطينا هاد النتيجه هادي، دوك المكونات اللي درنا في الاول اللي هما الزبده والسكر وكاوكاو. كما لاحظتوا المكونات ديالها بسيطه جدا، ما فيها لا بيض لا خميره ديال الحلوه لا حتى شي حاجه. ها هي كيفاش كتولي هذاك الخليط رطب بزاف. دابا ان شاء الله نبداو نزيدوا الطحين شويه بشويه حتى تجمع لنا الحلوه. بالنسبه للكاوكاو ممكن تطحنوا حتى يولي بحال الغبره، انا الروبو ديالي ما كيطحنليش مزيان عليها، عملتو في هذا القوام هذا. نتوما الا كان عندكم الماكينه ديال الطحانه كطحن مزيان كيولي بحال الغبره غيكون افضل. اذا دابا ان شاء الله غنبداو نزيدوا الطحين شويه بشويه، مزيان يكون الطحين ديال الحلويات دقيق ابيض. يعني غادي نبداو نزيدو ان شاء الله في الدقيق. بالنسبه للدقيق الكميه كتختلف على حسب نوع الدقيق وعلى حسب كاوكاو واش ميدم بزاف ولا لا، لذلك كتبقى الكميه ديال الدقيق حسب الخليط. يعني نجمعوها ما تكونش قاسحه بزاف، فقط تجمع لنا ان شاء الله غادي نوقفوا. وفي الاخير غنقول لكم شحال هزت لي ان شاء الله ديال الدقيق باش تاخذوا فكره ان شاء الله. نستمر ان شاء الله بالعجن بحال هكذا وهي كتجمع. للاشاره هي ما فيهاش خميره ديال الحلوه نهائي، كيف كتشوفوا كنعجنوها حتى كتعطينا هذا القوام هذا. هي دابا تجمعت عندنا، كتكون صافي جامعه راسها. ها هي الحليب ديالنا وريحتها غزاله تبارك الله. باش تاخذوا فكره على شحال خدات لي ديال الطحين، انا عبرت بهذا الكاس هذا. بالنسبه للكميه ديال الطحين اللي هزت لي انا عبرت بهذا الكاس هذا، خدت لي 3 ديال الكيسان من هذا بالضبط، 3 ممسوحين ديال الدقيق الابيض. صافي دابا ان شاء الله غادي نغطيوها وغادي نجيبوا المطلق ونطلقوها ونقطعوها على الشكل اللي بغينا ان شاء الله. كنطلقوا الحلوه ديالنا كيف كتشوفوا، وغادي نقطعها بهاد القليبات هادو. انا غنقطعها بحال هكا وما تكونش غليظه بزاف، لان غادي نعملو جوج مع بعضياتهم، كل جوج غيلصقوا مع بعضياتهم. لاطه ديال الفران ها هي كنعملو فيها الكاغيط كما كتشوفوا هنا، وإلا ما كانش كاغيط ممكن ترشوا غير الطحين، انا فقط بغيت نعمل الكاغيط باش بلا ما نزيدها الطحين من تحت. كيف كتشوفوا كنستفوا القليبات ديالنا في اللاطات، انا خرجت لي هاد الكميه هذه اللي كتشوفوا تبارك الله فيها الخير والبركه. دابا ان شاء الله غندخلوها طب في واحد الفران يكون هادي، يعني ما تكونش مجهده باش ما تشوطناش دغيا، حيت رقيقه دغيا غطيب.
هنايا من بعد ما طابت تبارك الله، هيا كتشوفوا اللون ديالها كيجي مذهب واحد شويه، ما كنخليوهاش تحمر بزاف باش ما تجيناش واحد المذاق ديال المروره فيها، لا هكذا كيبقى المذاق ديالها غزال. صافي هنايا كنحيدوها ونخليوها تبرد. الحلوه انا جمعتها هنا حتى لغد لي حتى بردت مزيان، عاد ديك الساعه غادي نبداو نلصقوها. غنحتاج واحد نستلي كراميل، واحد المعلقه، وواحد الغطار بحال هكا باش نبقاو نستفو فيه. كيف كتشوفوا الحلوه دائما واخا تكون في البواطه ضروري كنبنى لها واحد البلاستيك غذائي باش كتبقى مزيان. دابا ها هي الحلوه عندنا هنايا نيستلي، كناخذوا شويه ديال نيستلي كنصور بيد وحده، نحطوه على وحده بحال هكا، ندهنوها ونغطوها بوحده اخرى من فوق منها كما شفتوا، كندهنوها ومن بعد كنجيبوا القليب الاخر وكنلصقوه عليها. كنلصقوا الحلوه ديالنا كتجي على هذا الشكل، ها هي كيجيو بحال هكذا كل جوج ملاصقين، وكنكملوا على نفس الطريقه. تبارك الله هذا هو الكميه اللي خرجت لي الحلوات. ان شاء الله دابا ندوزو باش نغطسوها في الشكلاط، غنفندوها في الشكلاط ان شاء الله الاسود، ونختاروا جوده تكون مزيانه باذن الله، تكون يعني فايته 50% من الكاكاو، يعني ماشي داك سكر شوكولاتي ولا بديل الشوكولاته، وانما شوكولاته سوداء. يعني على حسب الظروف، الا توفرت الامكانيات لي مالا هو فعلا كيكون زايد شويه في الثمن، ولكن من الناحيه الصحيه يعني نحاولوا نختاروا حاجه مزيانه على ود صحتنا ان شاء الله. ان شاء الله دابا ندوب الشوكولاط وغادي نشوفوا التتم. بالنسبه للشوكولاته انا استعملت هذا فيه 57% ديال الكاكاو، فوالا ماشي اشهار الماركه وانما هذه اللي كاينه في السوق. الا كان عندكم شي نوع اخر فيه يعني كميه لا باس بها، يعني اقل حاجه 50%، 50% فما اكثر، 50 60 70، علاش لا 100% الا لقيناه بوكو با. بالنسبه للشوكولاته البيضاء انا استعملت هذا النوع هذا ديال الاكبيل. ها هي الشوكولاته ديالنا دايبه تبارك الله، زدت لها واحد 4 المعالق ديال الزيت، كندوب حتى الشوكولاته الابيض كما كتشوفوا تبارك الله كيبان مزيان، وغادي نعملو في واحد الكيس بلاستيكي وغادي نزوق به الحلوات ديالي ان شاء الله. نشوفوا الطريقه ان شاء الله كيفاش كنفندوها في الشوكولات. ناخذ واحد الحليوه بسم الله غير الفرشيطه بحال هكا صافي، ونحيدوا الزوائد نقطروها مزيان من الشوكولاته. باش تجيني ملسه فوق منها الشوكولاته صافي، كنكونوا موجدين واحد الورقه بحال هكا، كنحطوا الحليوه ديالنا. هاهما الحليوات تبارك الله جاو ما شاء الله رائعين، ونخليوهم يبردوا باش عاود نزوقوهم من فوق. هذا هو الكيس اللي قلت لكم عمرت فيه الشوكولاته وزوقت به الحليوات ديالي، ها هما تبارك الله جاو غزالين ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، تبارك الله جاو فنين. دابا غادي نخليهم يبردوا على خاطرهم وعاد ان شاء الله نجمعوهم، اذا كانت امكانيه ندخلهم الثلاجه يكون احسن، واحد 3 ديال الساعات، ماشي 3 ساعات حقا، غير واحد 5 ديال الدقائق بليتو صافي. وان شاء الله يكونوا ديك الساعه واجدين. وهذه هي الحلوه ديالنا، الحلوه نيغريتا، حلوه طنجاويه قديمه. تحيه لاهل الشمال وتحيه للمتتبعين ديالنا من المغرب اساسا، ومن الجزائر ومن فرنسا ومن ايطاليا ومن اسبانيا ومن جميع الدول. هادو هما اكثر وحدين كيتابعوا القناه تبارك الله عليهم، وان شاء الله مبروك عليهم هاد الايام كاملين، والله يتقبل منا كاملين، ونشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال التقديم. وهذا هو الشكل النهائي تبارك الله، كتجي غزاله ما شاء الله، اما في المذاق كتحمق، المكونات بسيطه ولكن سبحان الله كتعطي واحد المذاق تري سبيسيال في حقه. انا ما كنتش كنتوقع انها غتجي لذيذه لديك الدرجه، لان كانت عندي في الارشيف من داك الشيء ديال طنجه قديم، ولكن جات غزاله وسهله كما شفتوا، اقتصاديه بزاف. ما تنساوش تجربوها ان شاء الله، واذا عجبتكم خليو لي في التعليق ان شاء الله، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم وصفات مغربيه اصيله دائما. والسلام عليكم.
وهذا الشكل ديالها من الداخل باش تشوفوا عاوتاني. وبالصحه وراحه، وعيدكم مبارك مسعود، تعيدوا بالصحه والهنا باش ما تمنيتوا لكم جميع العائله.